ورئيسة عهدة يويا وتويا وبارك الدولة الحديثة. النهاردة هشرح لكم وأعرفكم مجموعة يويا وتويا. يويا وتويا هم نبلاء من أخمين، وهم والدي الملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الـ18. والملكة تي كانت مش من الأسرة المالكة، لكن قدرت انها تتزوج الملك أمنحتب الثالث. وزي ما احنا عارفين ان هي كانت ملكة قوية جدا، لدرجة انها قدرت انها تدفن او تعمل مقبرة لأبويها في دير الملوك، رغم انها خاصة فقط بالملوك. دلوقتي مجموعة تويا وتويا هي لا تقل أهمية عن مجموعة توت، لأنها تعتبر مجموعة كاملة وكاملة حتى بالمومياوات الخاصة بيها ووجود البردية، وتعتبر أكبر بردية حاليا في مصر حوالي 20 متر. هي مجموعة غنية جدا بالأساس الجنائزي. تعالوا معنا نشرح جزء من الأساس بتاعها. هنلاقي هنا في الباترينا جزء من أساس الملاك الجنائزي الخاص بيهم. زي ما احنا شايفين دي الأحذية أو الشباشب كانوا بيستخدموها، وكانت طبعا بتتحط معاهم في المقبرة. وفي برضو هنا صندوق فيه أختام، الصندوق ده على اسم أمنحتب الثالث، وهي أختام خاصة بيه. زي ما احنا عارفين يويا كان من النبلاء في أخمين، وكان برضو ليه سلطة كبيرة جدا، وكان زي ما نقول هو قائد العجلات الحربية أو اسطبلات الخيل للملك. زي ما احنا شايفين برضو من الأساس الجنائزي وجود العجلة الحربية أو العجلة دي، وهي تعتبر حاليا هي الوحيدة الموجودة في المتحف المصري، ودي برضو اتوجدت في الأساس الجنائزي بتاعه. الكرسي ده يعتبر من أحلى الكراسي الموجودة، هو كرسي خاص بالأميرة سات أمون حفيدتهم، وهي يعني حبت انها تحط حاجه ليهم في مقبره جدودها، فراحت حاطه الكرسي الخاص بيها. ودول الكراسي الخاصه بيويا وتويا، بس طبعا هي حجمهم صغير لان احنا عارفين دي بتعتبر رمزيه جنائزيه، فزي ما احنا شايفينها موجودين قدامنا. وقد ايه هي جمال الصنع والدقه اللي موجوده فيه. برضه من الحاجات المهمة جدا في المقبرة هي الكاش، تقريبا الرمز الوحيد الموجود اللي هي السجادة اللي معمولة من البردي، وتقريبا ده النوع الوحيد الموجود عندنا من الفترة دي. صناديق الجولري بتاعتهم، صناديق المجوهرات من الفيونس. السراير الخاصة بيهم زي ما احنا شايفين الأساس الجنائزي فيه كتير مذهب. الموميا والتوابيت الخاصة بيويا وتويا، هنا مومية يويا، سوري مومية تويا، وده التابوت الداخلي المذهب من الخشب، ودي كانت الحزمة اللي موجودة على الموميا سواء مومية تويا أو مومية يويا. ده تابوت تويا، تابوت يويا زي ما احنا شايفينها مومية. والمومياوات تعتبر من أحلى المومياوات اللي موجودة حاليا، دي واحدة حالة جيدة. ونخش على الجزء الثاني، هنلاقي أكبر بردية في مصر فضلت محطوطة في المخازن تقريبا
لمدة 113 سنة، واتعرضت لأول مرة مع افتتاح المجموعة في المتحف المصري، طولها 20 متر. وهي دي شايفينها، حالة جيدة جدا وألوانها حلوة جدا. ودي بقية التوابيت الخاصة، ده يويا ودي توابيت تويا. وكان الفكرة إن التابوت الصغير والموميا يتحط في تابوت أكبر، في تابوت أكبر، في تابوت أكبر. دي مجموعة الروشاتيات اللي اتواجدت في المقبرة، مع شوية زي ما احنا شايفين هنا قدامنا زي صمبلك أو رموز مثلا للمية، للمناجل. اتعملت الحاجات الصغيرة إنها كلها أساس جنائزي ورمزي. وهنا الإناء الكانوبيت اللي اتواجد فيها أحشاء تويا، ودي أحشاء يويا. وأحشاء تويا كان فيها ماسكات صغيرة واتعملت على شكل موميا زي ما احنا شايفينها هنا، وما زالت الأحشاء في حالة جيدة. دي تويا. دي يويا. من الحاجات الحلوة برضه في المقبرة إن ناس كتير لما يبصوا على الفاترينة دي، ودي طبعا احنا بنسميها دامي فيزيت اللي هي أواني وهمية، دي لما يبصوا على الدامي فيزيت يفتكروها إن هي معمولة من حجر، سواء ألاباستر أو سواء حجر جيري، لكن هي في الحقيقة هي معمولة من الخشب. من كتر إتقان الفن لدرجة إنك أنت تحس إن هي معمولة من الحجر. ومن الحاجات برضه اللي هي وجدت وجود الورد في مقبرة تويا وتويا، واتواجدت برضو في مقبرة بعد يعني بعد اكتشافها في مقبرة حفيده توت. الورد ده كان من الحاجات في الأساس الجنائزي اللي كانت موجودة فيه مع بعض أجزاء توم. من الحاجات اللي برضو وجدت أول ما تخش المقبرة بتاعتها هو سريرين من الأوزيري، وده طبعا عشان البعث والخلود في العالم الاخر. ده هنا واحد كان بيتحط الاول شكل ازير، ويتحط النباتات جواه ويتسقي ميه فينبت، فكان ليه رمز اللي هو الانستراكشنز البعث والخلود. هنوريك صفحه اكتر واضحه في السرير الثاني. السرير الثاني زي ما احنا شايفين هنا، وأنا كنت استمتعت معانا بالجولة في مجموعة تويا وتويا، وإن شاء الله نشوف لكم تاني أي مجموعات تانية من المتحف المصري. شكرا لكم، السلام عليكم.